الله سبحانه وتعالى أكرم زوجته هاجر بظهور الماء، ظهور زمزم. فبدون زمزم ما قامت الحياة في مكة، بدون وجود الماء ما قامت الحياة. كان وادي غير ذي زرع، وادي غير ذي زرع. فعادة الوديان دائما في كل العالم تقريبا لها زروع، نعم لها زروع، لكن هو اختيار واصطفاء إلهي أنه يكون هذا المكان وادي لكن غير ذي زرع، يصعب فيه الزراعة، تحيط الجبال بشكل كبير جدا ويقل فيه الماء. فالله سبحانه وتعالى جعل الكرامة لها بالماء، وبالتالي بدأت الحياة.